طبعا. صار عندي الهمس والجهر، الشدة والرخاوة وبينهما البينية، والآن الصفة الثالثة من الصفات المتقابلة الاستعلاء والاستيفاء. طبعا هذا المبحث يعني الله يرحم الخليل ابن أحمد هو من أساطين هذا الأمر، الذين يعني من أول الناس الذين تذوقوه وتأملوا ما تفعله العرب لما يتكلمون. العرب أيها الإخوة بلغتهم بالحروف 29، بعض الحروف لما ينطقونها ما يضغطون الصوت إلى أعلى أفواههم، يعني يقولون ما لا شا ولا يقولون ما، وكان ممكن يقولوا ما، موجود في لغات غير العرب ما. انتبهنا؟ العرب متعودين يقولوا يا، شو بيقولوا؟ يا، وممكن كان يقولوا يا. انتبهنا كيف؟ متعودين يقولوا خا خا، وممكن كان يقولوا خا. واضح؟ فالخليل رحمه الله مر على الحروف حرفا حرفا وتذوقها كما ذكر سيبويه، وقسم الحروف العربية إلى مجموعتين. مجموعة كانت العرب إذا تكلمت بها ضغطتها إلى أعلى الفم، ومجموعة أخرى إذا تكلموا بها لم يضغطوها إلى أعلى الفم. الحروف العربية من حيث اتجاه الصوتي مستعلية، هي المجموعة الأولى، يعني يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى. هي سبعة جمعوها بقولهم خص ضغط قظ، والباقي طبعا هدول سبعة اطرحهم من 29، شو بيبقى عندنا؟ 22. 22 مستفلة لا يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، وهي باقي حروف الهجاء. المستعلي والمستفل من حيث اتجاه الصوت. انظروا بارك الله فيكم، لما بيقول الواحد مننا قا قا قا، الصوت شو عم يصير فيه؟ يتصعد، شايفين؟ بخلاف قولك كا كا، كانوا قليلا من الليل، ها كا كانوا قا كانوا قا، فالصوت وين عم يتصعد؟ عند القاف. انتبهنا؟ عند الكاف لا. هذا مثال، هذا تصعد وهذا انحدار، شايفين؟ الصوت ينحدر لفين؟ الى خارج الفم. صعبة؟ ماذا يترتب على هذا الأمر؟ أيها الإخوة، خلق الله سبحانه وتعالى لنا في أعلى أفواهنا قبة، سماها العلماء قبة الحنك، هذه شايفينها؟ نحن بالعامي بنقول سقف الحلق، ها؟ سقف الحلق، سقف الحلق أو قبة الحنك. وكل شيء مقبب إذا اتجه إليه صوت عاد وله صدى، عاد وله رنين. تماما إذا دخل أحدنا إلى مسجد فيه قبة وتكلم بصوت مرتفع قليلا فيجد بأن إيه؟ بأن لصوته صدى، أليس كذلك؟ نعم. الآن بسموه إيكو بعلم الصوتيات الحديث، لكن بالقديم شو بسموه؟ الصدى. نعم. وفي التجويد بسموه التفخيم. شو بسموه؟ التفخيم. فالتفخيم هو كما نرى في اللغة التعظيم، فخم فلانا فلانا، شو يعني؟ عظمه. واصطلاحا هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، وذلك لأمرين، انتبهوا لهم الله يسلمكم، لتضيق الحلق وتصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك، وهو أي التفخيم مستحق الاستعلاء. يعني
لما ننطق القاف، لما نقول قا 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 ونضغط صوتنا لفي، خليك معي ركز حتى تفهم، قا قا، لما تضغط لما بتنطق القاف المفتوحة مثلا قا، تجد بأن صوتك انضغط لفين؟ لقبة الحنك، لفوق لسقف الحلق، وفي نفس الوقت بتشعر بأنه لسان المزمار شو عمل؟ رجع قليلا إلى الوراء. قا، جرب قا قا، مالك شايف كيف لسان المزمار رجع لورا؟ اللي هو هذا، فبصير تضيق بالحلق، والصوت شو بيصير فيه؟ ينضغط إلى قبة الحنك. فإذا انضغط إلى قبة الحنك اصطدم بها وعاد وله إيه؟ رنين. هذا الرنين شو اسمه؟ التفخيم. وضح إخواني؟ إذا الحرف، ركز شوي، الحرف المستعلي حقه أن يتجه ضغطه إلى قبة الحنك، مستحقه يعني يترتب على هذا الفعل أن يكون مفخما. وضح؟ إذا التفخيم من نواتج مين؟ الاستعلاء. وضح؟ نعم. الترقيق هو نحول، نحول يعني نحيف، ما بيقولوا فلان نحيل، نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصدى، وذلك كمان لأمرين، لعدم تضيق الحلق لأنه ما عم يرجع لسان المزمار، وعدم تصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك. مثال ك، قول ك ك، في رجوع للسان المزمار؟ ما في، ك ك ك كو كي، وبنفس الوقت الصوت شو عم يصير؟ عم يطلع لبرا على طول، ما عم يمر على قبة الحنك. وهو أي الترقيق مستحق الاستفال، مستحق الاستفال. إذا الكاف ما حقها؟ الكاف ما حقها؟ أن تكون مستفلة. ما مستحقها؟ أن تكون مرققة. القاف ما حقها؟ أن تكون مستعلية. ما مستحقها؟ أن تكون مفخمة. وضح؟ طبعا نحن لما عم نقول فيمتلئ الفم بصداه، بتعريف التفخيم، سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم، يمتلئ الايه؟ بصدى. معناها كل ما كان الامتلاء اكثر كل ما كان الحرف ايه؟ افخم. يعني بمعنى بعبارة اخرى، كل ما كان كمية الهواء التي تشغل حيز الفم اكثر حيكون الصدى اكبر، وبالتالي حيكون الحرف أفخم. وضح؟ طيب تعالوا نجرب مع بعض، وأرجو أن تكونوا مركزين قليلا. قولوا لشوف، خا خا، تأمل كمية الهواء التي تملأ فمك، خا خو خا خو، بأي الصورتين فمك مملوء أكثر؟ بخا، أليس كذلك؟ طيب خو، تأمل كمية الهواء، خو خو خي خو خي، بأي الصورتين فمك مملوء أكثر؟ بخو. يعني ما بدأ إقامة دلائل وبراهين، واضحة كما قال المتولي رحمه الله، والاختبار شاهد لقولنا. انتبهنا؟ فلو تأملنا هذه الصور الثلاث أيها الإخوة، هذا صورة الحرف المفتوح لما بتقول خا مثلا، وهذا ايه؟ المضموم. شوفوا الشفتين كيف مضمومتين، خو خو قو عو مو عو ظو، تمام، صو، شايف كيف الشفتين مضمومتين؟ وانظر الى كمية الايه؟ الهواء. وهذا ايه؟ المكسور. لاحظ كمية الهواء، لاحظ الفراغ، الفراغ الفموي، شوف الفراغ هنا وشوف الفراغ هنا، مين أكبر؟
المضموم. طيب الهنا في المضموم وفي المفتوح مين أكبر؟ طيب شوف لسان المزمار، شوف لسان المزمار ورجوعه إلى الخلف وتضيق الحلق، هنا وهنا مين أكثر؟ في المفتوح. طب هنا وهنا بالمضموم. قد يسأل سائل ما علاقة رجوع لسان المزمار وما علاقة تضيق الحلق؟ سأذكر لكم شيء كلكم بتعرفوا، خرطوم المياه، خرطوم المياه معروفة، لو أنك أمسكته هكذا وفتحت صنبور الماء وبدأ الماء يخرج من الخرطوم، ها مثلا يخرج هكذا يمشي وينحني نحو الأرض، أليس كذلك؟ تحت تأثير الجاذبية الأرضية، أليس كذلك؟ طيب لو أنك وضعت إصبعك على مين؟ على رأس الخرطوم، شو بصير بالماء؟ يبتعد أكثر، وهذا اللي بيصير هون. لما يتضيق الحلق الصوت شو بيصير فيه؟ يندفع أكثر إلى قبة الحنك. إذا ما الذي يساعد على اندفاع الصوت إلى قبة الحنك؟ تضيق الحلق، تماما كالإصبع لما تضعها على رأس خرطوم المياه فيبتعد الماء أكثر، لأنك قد ضيقت المخرج. لما ضيقت المخرج صار في تزاحم بين جزيئات الماء في ايه؟ في الاندفاع، فتندفع ابعد، تندفع ايه؟ ابعد، وترتفع اكثر، بينما هنا ترتفع لكن مو مثل هذا الارتفاع. كذلك الامر بالنسبه للمكسور، وضح اخي؟ وضح؟ اذا الذي يؤثر على تفخيم الحرف امران، رجوع لسان المزمار وارتفاع أقصى اللسان أكثر، لأن هذا يجعل الصوت إيه؟ يصطدم بقبة الحنك وينحصر في الأعلى ويعود وله رنين. لذلك الله